عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. اقسم بالله العظيم ثلاثة يا اخوانا محمود يعني من زمان ما بيطلعش معانا. من زمان وحشتوني تاني ماشي وحشت عيوني. خلاص يا وحش بقى احنا هنقضيها مغنى طول الليل ولا ايه؟ النهارده يا اخوانا جبنا لعبه جديده وانتوا اللي اقترحتوها. في حد بعتها لي على رسائل بيت مش فاكر اسمه، بس يعني عشان ما يزعلش هتلاقوا اسمه موجود هنا بالظبط كده، هتلاقوا اسمه هنا. فاحنا بنشكرك عشان انا مش فاكر اسمك. لا هنا، ايوه كده هتلاقوا اسمه هنا، فشكرا ليك مبدئيا. اللعبه ايه هي بقى؟ احنا ما شفناش حد عاملها على اليوتيوب فاحنا اقترحنا لها اسم. فاحنا ايه بقى قعدنا نفكر كتير انا ومحمود، وفي الاخر قلنا نسميها ايه. بتقول ايه؟ مش سامعك، علي صوتك. فلقينا ان الاسم طويل فقلنا لا يعني اسم قصير عشان يعني سوشيال ميديا والناس مش فاضيه وكده. ف انا بقول ايه اللعبه بقى بتتم ازاي؟ احنا بنشغل مزيكا على الموبايل وبتحط الهيدفون والمزيكا بتكون عاليه جدا، فانت مش بتسمع اي حاجه تانية. وانا هبص لك واقول لك كلمه وانت المفروض تعرف إيه؟ انا بقول ايه. اللعبه بمنتهى البساطه يا اخوانا، بمنتهى البساطه. الهيدفون اهي، بصوا استنى كده اهو، نثبت الهيدفون كده اهو، وبعدين نروح ايه نشغل الايه المزيكا كده اهو. بالظبط كده، هي دي اللعبه يا اخوانا، هي دي اللعبه. ولو عرفت انا كنت بقول ايه في الاول اكتبها تحت في الكومنتس. ويلا بينا نبدا اللعبه عشان ما نطولش عليكم، واحنا بنلعب اللعبه دي عشان نقول لكم ان احنا ما بنخافش. ويلا بينا ان شاء الله ابدا انا الاول بحسن الكرم الضيافه. ماشي، نفتح بس النمط. يلا واحدين ثلاثة ماشي كده عالي على الاخر اهو. طيب بيقول لك يا وحشني رد عليا ازيك سلامات. ستوب ما تليفوناش بقى يا اخوانا، عيب كده، عيب الجو حر خلقه. هي كلمه واحده. ماشي انت قلت كتير. ماشي صح. أزعرينا أزعرينا. انت سمعت والله ابدا، هي والله بحركه الشفايف يا اخوانا والله. هو انا بحاول ادي له حركه صح عشان ينطق. هو قال أزعرينا فانا قريتها بالشفايف. انا مش نقاش يعني، مع احترامنا للنقاشين يعني بنفهم. كامل احترامنا للنقاشين. يلا دورك كمان. اقول له ايه ده؟ اقول له ايه؟ حموقة. ثلاث مرات يعني، انا قلت ثلاث مرات بقى عشان انا راجل كريم. حموقة. ابوك ايه؟ ابوك؟ لا. 1-0 لا 2-0 لان انا جاوبت الاولانيه صح وخدت نقطة دلوقتي بقى 2-0. يا حبيبي. يلا دوري تاني. اديني. انا هو الغلط مني. اديني كلمات صعبة. اديني كلام صعب. الكلمة كانت ايه بقى؟ حمقة. طيب ما هو اصل الغلط مني لان انا اللي بسهله. هي أزعرينا سهلة. ماشي بس حركة الشفايف. انا كنت بقول لك بشكل مبسط. طب يلا بقى، يلا بسرعة. يلا بينا. يلا حبيبي. شغل. مجهول. ما تقولهاش بسرعة، قولها بالنمط الطبيعي. أنا بتكلم بصوت عالي. تمام. مجهول. كده أنا هقولها له مرة كمان وهو ما قاليش غير ثلاثة بس، وأنا كده قلتهم له ستة ودي السبعة. مجهول.
مكوك. تمام صح؟ لا غلط. امال ايه؟ مجهول. والله قريبه مكوك من مجهول. وبعدين هو كان بيقولها بسرعه، هو لو كان بصوت بيقولها بسرعه بصوت مسموع فانتوا هتعرف. انا هعرف انا بمن كده. 2-1. طب امسك عد بقى. طب امسك. لا لا عد. انا لسه كاس كسبان لحد دلوقتي. تعرف تعد لحد كام؟ يلا يا حبيبي. يلا يا حبيبي يلا. انا بقى هوريك الكلام بقى اللي ما يتعرفش. الزيكا حلو قوي. طيب بقى. ده ما يصحش وغلط ولازم يشتال، وانا مش موافق على الكلام ده وهاخد النقطه ولينا حساب مع بعض بعيد عن لا انت عرفتها. اه طب انا قلت ايه؟ اتنين 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 اتنين. لا تحط تيت ما تهزرش. كرو 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 كرو. قولها بشكل طبيعي. كرو كرو. خلاص ان شاء الله. والله العظيم انت بتغش يا عم، انت غشان. خلاص خلاص. ايه ده بقى؟ كرو كرو. انت او كرو ده كده؟ ايوه كرو كده. اعو اعو. ما في فين كرو في الموضوع يا حبيبي؟ ما تخبيش الحرف يعني. هي كرو كرو. شايفين اللسان؟ شايفين حركه اللسان لما هو اعو اعو. اي اعو دي مش اعترض. لا لا اللهم لا اعتراض. كرو. ماشي كرو. 3-2 3-2. ماشي ماشي. هاشتاج ماشي. هم ماشي ماشي. وتكتر الالف. 15 15 15. عشان انا معلي صوتي. انا والله بحترمه وبعلي له صوتي وهو بيقول الكلمه مايم. هو اصلا بيقول الكلمه مايم اقسم بالله. ماشي والله ما سمعت. هاشتاج تحدي. هاشتاج العين بالعين. وانت عملت في الاول. انا وضحت في الاول. ماشي وضحت في الاول صوتي. والله ابدا حركه شفايفي. ما هي لازم هي الشغله كلها ان انت بتقولها بشكل طبيعي يعني. حركه شفايفي وانا قلتها لك. ماشي تمام تمام. 4-2 4 2. احنا ما بنخافش. انا ده دور مين؟ انا مش انت لسه عارف 15. ماشي ماشي ماشي. ماشي يلا يا معلم. يلا يلا يلا. بس انا اقسم بالله ما هسكت. يلا يلا. 3-2 بامبرز بامبرز. عرفتها عرفتها عرفتها. شوف بقى لما بيلعب باحترام بيبقى الموضوع سهل وسلس وما ما فيهوش تعقيدات. بامبرز. طبعا هو عارفه. ولا وريني كده. ولا عارف الاسم بينطق كتير. 4-3 4-3. يلا حمص حمص. انا بقول له كلمات سهله والله. والله ما سمعه. المفروض ما انا عارف. انا ممكن اقول له والله يعني كلمات في اللغه العربيه فصحى. مش يلا عم. كده كام؟ كده 5-3 5-3. تمام 5-3. بس انا مش هسكت اقسم بالله العظيم. 3 من الفجر. افا 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 افا. تقريبا كده عرفتها. عافيه. ايه؟ عافية؟ صحة وعافية يا حبيبي. أفا أفا؟ يا أفا ضيعته عندك يا أفا. بذمتكم دايما في المسابقات يجيبوا كل حاجة. كروا حمص كل. عمركم شفتوا حد جاب سيرة الأفا؟ ها؟ مع إنه بقيت عافية من زماننا. ياه بص شوف شكلك عامل إزاي في الكاميرا؟ والله العظيم مستنينا من زمان هم نفسهم في ان انا اديك بالقفه من زمان. بص من ايام ما كنا 100 سبسكرايب. انا خسرت مش فارقه معايا انا. لا والله. بص بقى هتبقى موازنه. هتبقى موازنه. لا 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 خده في حلقه ثانيه. لا 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 هتبقى موازنه. لا والله العظيم هكسر الكاميرا على دماغك. وبكده يا اخوانا
يكون خلص التحدي ومحمود هو اللي كسب. نسقف لمحمود يا جماعه، يا ريت كل الناس اللي قاعده في البيت تسقف لمحمود. ولو ما سقفتش لمحمود اعرف ان احمد موسى هو اللي منعك، او وائل الابراشي، او مصطفى بكري، اي حد من اعرف ان هو اللي منعك. هنحط ديل يا عم، عايزين نكمل على كده. هنحط ديل، عم عايزين نشوف حالنا يا عم. هنحط ديل. ولو عجبك الفيديو ده شيره مع اصحابك، ولو ضحكت من قلبك وانت مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب، ونشوفكم في فيديو تاني. ما تنسوش ان احنا ما بنخافش، ويلا بينا يلا بينا. وتحت الفيديو هتلاقوا لينك بتاع البيج بتاعتنا، تفعلوا معانا عليها، وهتلاقوا لينك الانستجرام بتاعي، اعملوا لي فولو عشان نتكلم مع بعض، وهتلاقوا لينك القناه بتاع محمود، اعملوا له سبسكرايب، ونشوفكم مره تانية. السلام عليكم. مشوار فظيع يعني بقى.